السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواتي، عاملين النهارده لكم فيديو جديد. اول كلام صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، دعم الاجابه لاخواتنا الفلسطينيين، اللهم كلهم عون وصيره. وحشتونا، عاملين ايه يا اخواتي؟ اخبارك يا حبي؟ مرحبا بك عزيزي المشاهد عند حبيبك حبيب الشعب. قبل ما نبدا الفيديو عايز كل الناس اللي تعمل لايك وتشارك كره وتفعل زر الجرس كل ما انزل لك فيديو جديد يجيلك الاشاره بتاعه على طول. ما تدوخونيش، ما تكتبليش في الكومنتات يا حمو الرعب احلى، اجي اعمل رعب يا حمو الرومانسي احلى. يابا مره رعب ومره رومانسي، الله يصلح حالنا وحالك عشان بيطلع عيني في الكتابه. قول لي ان قصه عبده الميكانيكي حوار، الجزء بتاع امبارح انا دخلتك في السرد وسبتك تسرح معايا، فوالله العظيم مش عشان انا اللي كتب القصه، هي جامده، انا اصغر مؤلف ممكن تتخيله في الوسط الفني، يعني بألف شويه حاجات على قد كده. والله العظيم كل قصه انا بكتبها من كتابتي وتاليف، والمونتاج مونتاج العبد لله، واد قد الدنيا وشايل بيت عيله وبعرف اطبخ، حطولي عروس. فالمهم عزيز المشاهد، انا عايزك تستمتع بالاحداث المشوقه دي وتسيب لي نفسك وانا هروق عليه، سواء من الرومانسي او من الرعب. اهم حاجه الدعم الايجابي، واللي هو الكومنت بتاعنا سهل تكون صانع محتوى صعب تكون حمو يا حبيب الشعب. ما تنساش اللايك عشان ده انا مستناه منك، ومش هطول عليك اكتر من كده. يا جدعان انا كنت هنسى، 50% من اللي بيتفرجوا عليا في شهر ابريل شهر 4 ده مش مشتركين في القناه، وال50 التانيين مشتركين. ايه اشترك يا حبيب قلبي، خش اتفرج عليا يوميا من غير ما تشترك. لا فين الدعم يا اخواتي؟ يلا وبس كده، ويلا بينا على قصه هدير والميكانيكي الجزء الرابع. اجيب لك شحنه بتشربه هيروق دمك يا سيد الناس. شيخو امرني يا سيد الناس خدامك، همشي اطلع بره. حاضر يا سيد الناس. ما كنتش طايق نفسي بصراحه، والشيخ ياخد بعضه ويمشي، يطلع يقف قدام الورشه كده. سيد الناس هقف وشدك على الامه، هنا مش طالع البيت، لو احتجتني في اي حاجه اديني حشني صغير، انا جنبك في الشارع اللي جنبك هنا. انا مش عارف انت لو مكاني يا عزيز المشاهد هتعمل ايه. حط نفسك مكاني كده شويه، قابلت بنت حبيتها، كانت على علاقه بواحد وللصدفه صاحبي قرب منها ولمسها، او زي ما بيقولوها اعتدى عليها، بس انا هصبر نفسي بكلمه زي دي؟ ده كان بمزاجها وهي اللي سايبه له نفسها تحت مسمى الحب. الله ينعل ابو الحب اللي ممكن يرخص بني ادمه ويعمل فيها كده. ده انت كفرتي، ده انت عامله زي يغسل ميت وضمن له جنه، استغفر الله العظيم يا رب. بقى ده كلام يعني يا ست البنات؟ طب وانا ذنبي ايه؟ يعني ليه انا خليتيني احبك وانا اللي جيت بعده على طول دفعت الثمن؟ الحل الوحيد ان انا ابعد عنك وما اتعاملش معاكي تاني، عشان بصراحه انا ما اقبلش بحاجه شبه كده، ما اقبلش اتعامل مع واحده كان واحد غيري لامسها. بحبك اقعدي لي في البيت استنيني وانا يمين شمال هاجي لك، ده لو انا بحبك. شكرا ان انت قاعده في بيت ابوكي معززه مكرمه ومستنيه عدلك يجي لك لحد عندك. يا بنت الاصول يا اللي بتتفرج عليا دلوقتي، يا تاج على راسي وعلى راس كل راجل جدع، ايه يعني دخلت في علاقه وسبت بعض؟ هيجي لك ارجل منه، هيجي لك اللجدع منه. اهم حاجه تكون انت لسه على مبدأ ما غيرتوش من نفسك، عشان لما اوظف الكلمه الراجل الجدع اللي هيجي لك بعده مالوش ذنب ان هو يدفع ثمن حاجه هو مالوش دخل فيها، وما تقولولوش مالكش دعوه بماضيه، هو لو بيحبك زي اللي عندك في البيت لمجرد ان هو يجي له خبر زي ده هيتكسر بنفسه. طب ما هدير هي اللي وثقت في عبده وحكت له، كانت ممكن ما تحكيلوش، بس كان هيعرف يمين شمال في يوم من الايام هيعرف. يعرف منها احسن ما يعرف من راجل زيه، ودي اللي ساعتها هتكون الكسره اللي بجد. انا اسف ان انا طلعت بره النص، بس نرجع لمرجوعنا تاني. وخلال وعبده الميكانيكي قاعد في المحل تحصل مصيبه يا جماعه الخير مش طبيعيه. الكلام ده كان الساعه 12 بالليل، ايه اللي يحصل وهو قاعد عنده في الورشه؟ معايش شغل يا امي. لا انا قاعد في الورشه مش في الاوضه الجيم. طب وانت صحيتي لوزه ليه؟ اه المكان اللي انا كنت فيه ما فيهوش شبكه، انا طالع هقفل الورشه وطالع. طيب يابا مع السلامه. دي امي كانت بتكلمني، المكان اللي انا كنت فيه لما كنت واقف مع هدير الشبكه فيه ضعيفه شويه، فقلقت عليا وبعتت لي لوزه اختي الصغيره. لوزه نزلت بصت في الاوضه الجيمنج اللي تحت ما لقيتنيش، فامي استنت شويه وبعديها رنت عليا لقيتني في الورشه، وان انا طمنتها قلت لها هقفل الورشه وخلاص طالع. خلال وانا بقفل الورشه هوب عربيه بوليس تركن قدام الورشه، انا قلت نازلين لحد تاني، لا ده نازلين وداخلين عليا، ولقيتهم بيفتشوا الورشه. في حاجه يا باشا ولا ايه؟ انت عبد الميكانيكي؟ ايوه يا باشا. انجز يا ابني، لقينا ده يا باشا. فانا بص اضرب عيني يا جماعه الخير، لقينا ده ايه؟ ما انا الشرطه اللي كانوا بيدوروا جوه اهو بيطلعوا لي مخدرات من درج العد عندي في الورشه جوه. انا بص للحاجه من هنا، يا ابن الكلب يا ضاوي، وده وقته جاي تقص التين يا مبلة. منظور خارجي كده يا جماعه الخير، والظباط بتركب عبده الميكانيكي الاتاري. هوب مين اللي يقطع عليه؟ الشيخ. يروح جاي الشيخ وشادد دكان الورشه وياخد بعضه جري على بيت العيله عندنا. والله العظيم يا خالتي زي ما بقول لك كده، امي تعرف الخبر ده من هنا تصوت وتلم عليها المنطقه كلها. هوب طرحه على العبايه البيت بتاعتها، ولوز اختي الصغيره تسندها، والشيخ معاهم وجايين لي على الاسم. خلي يلبس ينزل ويروح وراهم، اصبح مين اللي عندي في البيت لوحده؟
تعرف الخبر من هنا؟ هي مفكرانا احنا واقفين في الشارع تحت او في مشكله في الشارع تحت. تحاول تطلع على السلم بالكرسي العجل وتسند نفسها على سور السلم وتبدا تنزل واحده واحده، رجليها ما تقدرش تشيلها، تروح جايه بطاقه الكبيره واقعه على السلم. ليه كل ده بس يا سعاده البيضه ما بيشربش سجاره حتى؟ حاجه وانا هتبلع عليه، احنا مطلعينه من قدامه من المحل. طب مش يمكن اللي مبلغ هو اللي حاططه له وده حد عايز يوقعه؟ دي بقى مش مشكلتي، او مين محامي وشوفوا الموضوع ده. محامي احنا والله لا حمل محاميين ولا حمل مصاريف وجري على السكه. ايدي في ايد العسكري بالكلبشات. ثواني يا دفعه، وده شيخ هي سيد الناس اللي عمل الشغله دي الواد الضو. ما تحلش ياه. حاضر يا سيد الناس. لسه العسكري بياخدني من ايدي وطالع بيا، هوب لا امي جالها تليفون وقعت في الارض. اجري عليها سندها بايد واحده والايد الثانيه مشبوكه في ايد العسكري. في يا بت يا لوز، مرات خالك رنت عليها قالت لها انا لقيت بطه واقعه على السلم. وامي واقعه قدامي، اختي الكبيره واقعه على السلم هناك، وانا مش عارف اعمل ايه. انت واخد الشومه ورايح على فين؟ سيبيني يا لوز، ما تشغليش دماغك بيا، راح اجيب حق صاحبي. ودلوقتي يا شيخ بدل ما تكون مع ماما وخاله في المستشفى، هبرد نار يا ست البنات وهاجي وراك بسرعه وجاي. والشيخ ياخد بعضه يا جماعه الخير ويطلع يدغدغ باب الشقه بتاع الضوي. ام الضوي اللي تفتح له، في ايه يا ابني بتخبط كده ليه؟ ده وفين يا ست انت؟ والله ما نعرف، هتلاقيه قاعد عند فيصل صاحب المكنه اللي شغال عليها. خش نام، ده انت جايبه لنا عيل مربيه تربيه وحش. والشيخ ياخد بعضه ويروح جاي رايح على شقه فيصل. فيصل ده راجل عنده كذا توك توك وبيشغل اخواتنا اللي في المنطقه، وعندهم ولا موظف الكلمه كده اوضه في الدور الاول بيقعدوا يصطبحوا فيها. هوب يلاقي الباب بيترزع عليهم، شاب صغير كده يفتح باب الشقه يلاقي الشيخو. فين فيصل ياه؟ جوه هو والضو. اشن الدهرك اوعى. الشيخو داخل ومعاه عصايه الهوكي بتاعتي، يخش الاوضه يلاقي مين جوه؟ فيصل ده والضوي جنبه. جالك قلب تروق على نفسك وانت مرشد وحاطط واحد في الحديد هو مالوش دعوه باللي بيحصل له؟ كده هو قدر يا عم الشيخو، انا اعترض على قضاء ربنا ولا يا عم فيصل؟ بصراحه يا دي يا شيخو انا شايف ان عبد الميكانيكي مش شحططه. اه ده حبيبي، اه ده عامل معانا الدماغ وربنا يتولاه. ولا يا عم ضوي انا بقول كده برضك، بس الشيخو عامل لي عرفه مشاوير، فسيبه على هواه. تيجي تصطبح معانا شيخو؟ من يوم ما وقعت على وش الدنيا وانتوا شايفين الشيخو الغلبان، ما بقاش حد ولا باجي على حد، بس انتوا ظالمين صاحبي، واللي يظلم صاحبي يبقى ظلم. وزي ما عبد الميكانيكي قالها، عليا الحلال من ديني لاظلمكم كلكم، ونشوف مين فينا اللي حمل الجوله اللي احنا هنلعبها دي. عبدو فين يا؟ امشي يا زياد، امشي، انت مالكش اصحاب من هنا ورايح. شيخو عبدو فين بقول لك؟ زياد انت السبب في كل اللي احنا فيه ده، عايز منه ايه تاني؟ وحياه ابوك ما وقته، عبدو فين؟ عبدو محبوش يا فرده عمرك، كان جاي متعكر مزاجه وحكالي شويه تراتيل كده ما عجبتنيش. مش زعل صاحبك ليه يا زياد؟ عكرت مزاجه ليه؟ ده احنا ما بنصدق ان احنا الرضيف واحنا لنا غير عبدو يعني يا زياد؟ يا ابني ما انا مش فاهم حاجه، ما تفهمني، محبوس ايه ده؟ والشيخ يبدا يفهم زياد كل حاجه، وزياد يبدا واحده واحده كده يحل المشكله لعبدو. ومش هو لوحده اللي هيحل ده، هدير كمان هتحل، بس انا هقول لكم على ده الحلقه الجايه. انت فين يا زياد من بدري؟ والله يا امي انا ما اعرف اي حاجه في اي حاجه، انا لسه جاي دلوقتي والشيخ بيحكي لي اهو. ابوك يا زياد، ابوك لازم يطلع لي عبده، شوف لي محامي بسرعه يطلعه. لا مخدرات عنده يا ابني في الورشه، وصاحبك ما بيشربش سجاره حتى. ما تقلقيش يا امي، انا رنيت على ابويا وهو جاي لي على المستشفى هنا، عبده خيره سابق واحنا مش هنسيبه، هيطلع باذن الله. يا شيخ هي وشت الكل. نعم يا امي. الواد اللي اسمه الضو ده هو اللي حاطط الحاجه في الورشه؟ عبده قايل لك والعسكري مطلعه والكلبش في ايده. ده مأمنك انت الامانه دي يا شيخ؟ وعرف لنا مكان الواد ده فين؟ يا امي في ايه؟ انا مكشح الضوي ومربطه وحاطه عندنا في الاوضه الجيمنج. والنبي يا شيخ، اه والله العظيم يا امي انا ما حدش هيظلم صاحبي ولا هيجي عليه، بس شوفوا لنا محامي بقى عشان نطلعه عبده، مش هينفع عبده يكون جوه في الحجله يا جماعه. شوف ابوك يا زياد، يلا كلمه هيطلع يا امي. طمنينا على اخته والنبي. ايوه انا مش عارف اتصرف من غير عبده.